استاذ باسم عبد الله، رئيس باسل عبد الله، رئيس بعثه طبعا مصر في الالعاب الافريقيه. استاذ باسل اهلا بيك ومبروك يعني تحطيم كل الميداليات في طبعا الدورات اللي قبل كده، انجاز كبير جدا بتحققه البعثه المصريه في المغرب. الله يبارك في حضرتك، مبروك على مصر ومبروك علينا جميعا الانجاز بتاع ابطالنا. يعني قول لي الاجواء عامله ايه هناك، يعني يعني داخلين على طوكيو 2020 وعاملين انجازات كبيره جدا، الحاجات دي ان شاء الله هنشوفها بقى هتترجم في اولمبياد طوكيو 2020، ولا الفكر ايه بالظبط؟ والله طبعا هو ده انجاز كبير جدا على المستوى الافريقي، و عدد ميداليات غير مسبوق سواء في الميداليات الذهبيه او في الاجمالي. كم يا فندم؟ احنا دلوقتي وصلنا الحمد لله 270 ميداليه. ايوه في الاجمالي، منهم 101 ميداليه ذهب. خلاص دي اخر ارقام ولا في ارقام ثانيه؟ دي اخر ارقام. 101 ذهب و97 فضه و72 برونز. تمام، 270 ميداليه ان شاء الله. ده اهو قدامنا على الشاشه قدامنا على الشاشه فعلا يا فندم، دي اخر ارقام، انت بتاكد لنا صحه الارقام اللي عندنا. 101 ذهب، 97 فضه، 72 برونز، 270 ميداليه، بنحطم رقم نيجيريا في اعلى ميداليات حصلت عليها في تاريخ دوره الالعاب الافريقيه. الحمد لله، ونيجيريا جايه ورانا المره دي في المركز الثاني بفارق كبير، ده يثبت تفوق الرياضه المصريه حاليا في افريقيا، ويثبت ان احنا تقدمنا جدا على مستوى افريقيا، ويقول ان احنا على الخطى الصحيحه للتقدم ان شاء الله عالميا، مع طبعا الفارق في المستوى العالمي، لان في تكنولوجيا جديده بتضاف مع في المستوى العالمي والمستوى الاولمبي. ان شاء الله احنا كده على الطريق الصح باذن الله. طب كنت عايز اسال حضرتك سؤال مهم يا فندم، يعني معلش استحملني فيه، يعني على طبعا على صعيد الميداليات في اضافات جديده للرياضه، يعني في هايدي عادل مثلا دي تاهلت لطوكيو، وشريف نظير واحمد زاهر وعزمي تاهل طبعا في الرمايه، يعني حوالي 10 لعبات اتاهلوا لاولمبياد طوكيو، لان في حاجات بتؤهل بصوره مباشره في حاله فوزهم بالميداليات الذهبيه. تقدر تحرك تقول لي دلوقتي ممكن ايه المتوقع في 2020 ان احنا نحصد على كام ميداليه، او البلان اللي حاطاه اللجنه الاولمبيه؟ البلان نقدر نحطه بعد كده ان شاء الله، ما نقدرش نقول النهارده احنا نحصد كام ميداليه، احنا نقول النهارده ان احنا كده ماشيين على الطريق الصحيح، لان زي ما بقول لحضرتك احنا لو احنا بنتكلم على المستوى الاولمبي الحسابات بتختلف، لان الدول الموجوده في المنافسات الاولمبياد مستوى مختلف ودول مختلفه طبعا، هي حسابات اخرى. بتبقى الحسابات مختلفه عن الحسابات الافريقيه. اكيد، يعني ما فيش كده تطمنا كده، يعني في حاجات ما بيبقى فيه كده لعبات بتبقى فيها حاجات مضمونه، ما فيش حاجه لينا مضمونه كده؟ احنا لينا طبعا بعض اللعبات ان شاء الله نقدر نامل في ميداليات فيها، لكن هي النقطه التوقعات بتتبني على طب زي ايه يا فندم؟ معلش انا عايز اخد منك تصريح، زي ايه؟ لا هو مش تصريح، هو يعني في حاجات رفع الاثقال ان شاء الله احنا لينا ارقام فيها كويسه جدا. رفع الاثقال يعني ان شاء الله تستمر على كده باذن الله ونحصد فيها حاجات كويسه، بس الاعداد لسه احنا قدامنا لسه 9 شهور او حاجه، ساعتها قريب منها نبقى نقدر نتكلم في الارقام. يعني انا بتكلم على اساس انت فاكر حضرتك طبعا كرم جابر كان في المصارعه، كان يعني وهو داخل بنبقى عارفين ان احنا معانا ميداليه، إيهاب برضو يعني مطمنين برضو ان هو راجل في الصوره وخد بطولات في العالم، السباحه برضو، يعني في حاجات كده بنبقى يعني عارفين ان احنا هناخد حاجه فيها ان شاء الله. هناخد حاجه ان شاء الله ان شاء الله برضو، ما نقدرش نقول من دلوقتي ان شاء الله. قول لي الاجواء والمعنويات اكيد مرتفعه جدا عندك في المغرب. جدا جدا جدا، واللاعبين يستحقوا، واللاعبين ابطال الحقيقه، اللاعبين ابطال، والمنافسه كانت قويه برضو، ما هيش يعني المنافسه كانت ضعيفه، عشان كده جبنا بنات، المنافسه كانت قويه جدا، واولادنا كانوا على قدر المسؤوليه الحمد لله. في لائحه يا فندم، اللي فاز بذهب هياخد كام، واللي فاز بفضه هياخد كام، واللي فاز طبعا في لائحه هتطبق على الناس كلها ان شاء الله. تقدر تقولها لنا ولا صعب؟
هي اللائحة موجودة في وزارة الشباب وبتطبق بحذافيرها إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله، وألف ألف مبروك. وأنتوا طمعتونا بقى خلاص، يعني الرياضة المصرية ما شاء الله في الفترة الأخيرة من كرة اليد لكرة الطايرة لدورة الألعاب الأفريقية للألعاب الفردية، طمعتونا إن شاء الله في طوكيو 2020 إن إحنا ممكن نعمل حاجة إن شاء الله على المسار السليم بإذن الله. بشكرك يا فندم أستاذ الباسل عبد الله، طبعا رئيس بعثة مصر في الألعاب الأفريقية في المغرب. ألف مبروك للرياضة المصرية، ألف مبروك لسيادة الوزير طبعا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على يعني وشه حلو كده والإنجازات ما شاء الله نازلة ترخ على الرياضة المصرية. اللهم لا حسد يعني تاتش أوضة وما بحسدش، بسم الله الله أكبر، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، اللهم صل على النبي، قلت كل حاجة أهو خلاص.